الصالحات ووارب الحياة. سيدنا أهلا بكم جميعا. ربي مطلوب الحضور الكريم مع المصلين طيلة الشهر في هذه المناسبة. لا يسعنا إلا أن نثني على دور المهندس أسعد متى ومنقل له شكرا جزيلا الذي دعانا هذه الليلة إلى هذا العيد. إنه مدير عام شركة كهرباء زحلي، آمن بقدرة ريتا على قهر المستحيلات، تأمل بها فصار إلى ما تأمل. الشيء اللي بنتأمله بنتحول لإله. كان يبدو مستحيلا أن تنعم مدينة أو منطقة بالكهرباء على مدار الساعة في لبنان. وحده المؤمن ابن ريتا طوع ما بدا مستحيلا، فكانت شركة كهرباء زحلي التي تبدو كمعجزة في لبنان، حيث تؤمن الطاقة في زحلي والجوار دون انقطاع ليل نهار. دعونا في الختام قبل ما اخدم بدي لكم ونقول لكل اللبنانيين ولكل المسؤولين، خيارنا النهائي في زحلي وفي هذه المنطقة هو الضوء وهو النور، وما حدا يجرب انه يعتم علينا لأي سبب من الأسباب أبدا. نحن إذا بيحبوا يتعلموا منا أهلا وسهلا، بس إذا بيحبوا يعلمونا طريق العتمة خليلون إياه. هل أدي دورنا مهم؟ ما تفكروا إنه حدا بيقدر يكسر لبنان إذا ما كسروا المسيحية بإرادتهم. هل أدي مسؤوليتهم كبيرة؟ لازم يوعوا ولازم يتراجعوا عن غيهم وعن عنادهم وعن انقساماتهم لحتى يبنوا الوطن مش لحتى يكسروه. عم تعمل فلو، يا ريت تطفوه. لا خلص مش الحال. عم تعمل فلو. اي فلو؟ انا ما